بسم الله بسم الله. سحابة سوداء مع حمراء تغزو بورسعيد، في ألوان حمراء. سحابة ضخمة باللون الأسود والأحمر زي النار. في بورسعيد، شوف هنا، شوف سحابة حمراء مع سوداء في سماء بورسعيد 23 يوم الاثنين 23/11/2020. سحابة لونها أحمر أو برتقالي، سحابة ضخمة سوداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، ربنا يرحمنا برحمته. سحابة في سماء بورسعيد باللون الأسود والأحمر، شايفين الألوان؟ ها ادي هذا اللون الأحمر، وده باللون الأحمر، واللي تحت ديت اللي فوق المبنى على طول باللون الأحمر. استرها يا رب، استرها يا رب، ونجينا يا رب يا رب يا رب.